قدمت المراكز الصحية خدمة الاستشارات الطبية عن بعد بتقنيتي الاتصال الصوتي والمرئي ابتداء من منتصف أبريل من العام الجاري حتى شهر سبتمبر الحالي، وذلك حرصا على سلامة المراجعين خلال جائحة كورونا، ومن منطلق التأكيد على مبدأ التباعد الاجتماعي في إطار تقديم عدد من الخدمات الصحية بصورة حديثة وسهلة وآمنة. وقالت وزارة الصحة أن إقبالا كبيرا لوحظ على الخدمة من قبل مختلف الفئات العمرية، داعية إلى الاستفادة من الخدمة، حيث تصدر مراجعو مركز مدينة حمد الصحي باستقطابهم خدمة التطبيب عن بعد بنسبة 6% من مجموع المواعيد المسجلة خلال الفترة من 12 من أبريل إلى 16 من أغسطس الماضي. وقد نالت خدمة الاستشارات الطبية عن بعد الترحيب العديد من المستخدمين الذين أكدوا على سهولة الخدمة.